السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين يا ربي. طبعا اشكر تعليقاتكم الحلوه، اشكر حضوركم الرائع. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه سيدنا محمد. اليوم حبيت اسوي لكم طريقه عمل اليبره، اسويها ان شاء الله على الفطور، وحبيت اشوفكم اياها. طبعا طريقه كلش سهله وحلوه، وانا احب يعني اسويها بهالشكل هذا. طبعا هي لها طرق كثيره، بس انا احب ادخل يعني بيها بالحشو قسم الخضار. هي الطريقه مالته انه تمن وقليل من اللحمه يخلون، وبصله ومعدنوس وخلاص، ويخلوا لحامض وملح او بس ملح قسم من عندهم، والمعجون. انا طبعا حبيت ادخل الفلفل، حبيت ادخل يعني كميه من البهار، الزيت اخلي بيها اضافه الى اللحمه. هي اللحمه عندي دهينه، بس اخليها زيت حتى ترطبها، لانه ما عندي مو مثل الدولمه نوعيتها. عندي الخضره يعني بيها كميات كبيره وترطب اليبره. تعرفون اليبره دائما يعني عباره عن ورق ملفوف مالت عنب، من هذا الورق، فيكون شويه يعني ناشف، يراد له فتشي طراوه. دخلنا الزيت عليها وخلينا له دبس الرمان، وهسه راح نبي يعني بالمقادير. طبعا عندي كوب ونص من التمن او الرز، عندي بطاطا حسب الرغبه، اني قطعت وحده كبيره عندي، يعني طبعا هاي بس اخليها من جوا بالجدر بهالشكل هذا، يعني ما اخليها يعني لا خفيفه ولا ثخينه حيل. عندي بصله حجم متوسط، فلفل حجم متوسط قطعه واحده، عندي اللحم تقريبا 150 غرام. والحلو بيها هاي يعني هذه الاكله ما تاخذ لحم كثير، يعني تكون موفره بالنسبه لنا، وتكون طعمه كلش طيب، وترهم هم بالدجاج، يعني اللي يحب يسويها بالدجاج، بس طبعا باللحم تكون اطيب، تكون يعني طعمها غير شكل. عندي لحم 150 غرام، يعني تقريبا يعني ما اقول نص الربع الكيلو، لا اكثر من نص ربع كيلو بشويه. عندي طماطه وحده او اثنين حسب رغبتكم، انا عندي اثنين يعني حجم متوسط او صغيره. عندي الملح وملح الليمون او حامض الليمون دوزي، والمعجون الطماطه اخلي ملعقه او حسب الرغبه، ودبس الرمان يعطيها نكهه كلش طيبه، تقريبا ملعقه اكل. وزيت زيت عادي، طبعا ما استخدم زيت زيتون، زيت النباتي العادي. راح اخلي تقريبا شي ملعقتين ثلاثه، يعني حسب المقادير اللي عندي. من راح اخلط المواد راح اشوف شقد تحتاج زيت اضيف لها. وعندي بهار الدولمة راح اضيف، ما راح اضيف اي شيء، عندي بهارات بس بهار الدولمة، ملعقه كوب يعني يعني اكثر من ملعقه كوب، او ملعقه كوب مليانه بهالشكل هذا راح اخليها. وعندي ورق العنب، طبعا هو الشيء اساسي، والمعدنوس. وان شاء الله نبدا بطريقه العمل. وهسه حبايبي نبدا بطريقه العمل. طبعا اول مرحله اجيب الجدر، اخلي بيه قليل من الزيت، زيت نباتي، واللي يحب يستخدم زيت الزيتون ماكو مشكله، بس بهالاكلات هاي زيت النباتي يكون اطيب. بهالشكل هذا اخلي شيء قليل بس يعني يدهن الجدر، لان اني اللحمه راح اسويها دهينه، وراح اضيف للحشوه زيت. راح اصفط البوتيتا بهالشكل هذا، اصفها بهالشكل هذا، ان شاء الله يا رب تكون واضحه يمكم. اتركها على جنب، ونخلي رشه ملح عليها، ونبدي بطريقه تحضير الحشوه. طبعا التمن او الرز نغسله ونصفيه من الماء، ننقعه فتشي ربع ساعه. ان شاء الله يا رب يكون واضح يمكم. احاول اصفيه من المي هالشكل،
ندخل اللحمة، قلنا كوبين، العفو كوب ونص من التمن، 150 غرام من اللحمة المثرومة، لحمة تكون دهينة بهالشكل هذا، مثرومة بالإيد أو الماكينة ما يأثر، قطعة طماطة أو إذا يعني تكون حبات صغار 2 من الطماطة، بصلة وفلفل وقليل من المعدنوس أو الكرافس ما يأثر. هالشكل هذا ضفت كل الخضار عندي هسه. راح أضيف البهار، عندي بهار ملعقة واحدة، ملعقة كوب بهار الدولمة هالشكل هذا، أضيفها كلها. ملعقة أكل من المعجون، طبعا هاي حسب رغبتكم، اللي يحب يعني يكثر او قليل، انا بهالشكل هذا عندي اخلي. ملعقة اكل او رشة من دبس الرمان ينطي نكهة وحموضة كلش طيبة، بالاضافة للملح حسب الرغبة، والملح الليمون او الليمون دوزي يعني تقريبا شيء اقل من ملعقة اكل، بصراحة احنا نحبها حامضة يعني تكون تنطيها طعم كلش طيب. هالشكل هذا عندي، والزيت هذا الزيت النباتي راح اضيف لها شيء ملعقتين ثلاثة، يعني هو يرطبها. وبهالشكل اخلط المواد، اخلي شوية من الملح النوب، احاول اخلط المواد كلها الى ان تتلابس عندي، وارجع لكم حبايبي. وهسه حبايبي بعد ما كملت الحشوة خلطتها بهالشكل صارت عندي جاهزة. طبعا انا صار ما قدرت اضبط، بس تقريبا يعني مكونات ان شاء الله تكون طعمه طيب، الملح والحامض. وهاي عندي ورق العنب، طبعا ما الفه بهذا الشكل، الفه على هذا الشكل طبعا اللي يكون يعني مخرمش شلون نقول، اخليها بهالشكل هذا، واخلي قليل من الحشوه بيها، لانه دائما اليبره لازم تكون رفيعه كلش، يعني شلون نقول القلم عندنا. ألف شوية وأسيب من هالجنب ومن هالجنب، صير عندي بهالشكل، وأحاول أصفها طبعا يعني مثل ما أريد الصف مالت الورق أو الدولمة عندي. طبعا عندنا الفلفل يعني بالدولمة او باليبرة ينطيها نكهة كلش طيبة، يعني نقطع وحدة، اللي ما يحب ويا الحشوة يقطع يعني حلقات ويدبها بين الملفوف، كل من حسب رغبته، بس تنطي طعم كلش طيب ونكهة كلش طيبة. طبعا كل من يحب يصفها، انا راح اصفها بهالشكل هذا على شكل دائرة، تنطي منظر كلش حلو. وراح اكمل الكمية وارجع لكم حبايبي. وهسه حبايبي بعد ما كملت تلف لليبرة وصارت عندي بهالشكل هذا،
ان شاء الله يا ربي تعجبكم. هسه راح اخلي له ثقاله بهالشكل هذا، اخليها على الطباخ الى ان يحمس شويه عندي البوتيتا، وراح بعدين اضيف لها المي. طبعا المي مساواته، اخلي المي ما اضيف لاي شيء، طبعا اخليه يطبخ على نار متوسطه الحراره، لا عاليه ولا ناصيه، الى ان تنشف عندي واشوفكم اياها ان شاء الله. وهاي حبايبي بعد ما كملت عندنا اليبره، ان شاء الله يا ربي تعجبكم والف صحه وهنا. طبعا تتقدموا يا زلاطه، المقبلات، حمص بطحينه، زلاطه لبن، اي شيء تحبون يعني تقدموها وياها تاكلون، وان شاء الله صحه وهنا يا رب. صيام مقبول.